خلاف إنجليزي اسكتلندي بين الحفاظ على المملكة المتحدة من جهة والاستقلال عنها من جهة أخرى، وسط فوز الحزب المؤيد للاستقلال الاسكتلندي بالانتخابات البرلمانية الرابعة على التوالي، وبالتالي تزايد ضغط أدنبرا لتنظيم استفتاء حول تقرير مصير البلاد. يرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي له الكلمة الأخيرة في هذا القرار، أن إجراء استفتاء هو أمر غير مسؤول، داعيا الحكومة الاسكتلندية إلى العمل معا في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا. My general view is I think what the people of this country want to see is politicians of all kinds in Scotland, in Wales, in Northern Ireland, across the whole of the UK, working together to bounce back strongly from the pandemic. And I don't think people want much more constitutional wrangling right now. دعوة جونسون لم تقابل بترحيب من رئيسة الوزراء الاسكتلندية التي تترأس أيضا الحزب الوطني الاسكتلندي، حيث اعتبرت أن نتائج الانتخابات هي دليل على رغبة البلاد بالاستقلال، وأن الوقوف بوجه هذا المطلب يعني الوقوف بوجه الإرادة الديمقراطية للشعب الاسكتلندي. Let me be very clear about this. If the Tories make such an attempt, they won't be placing themselves in opposition to the SNP. They will be standing in direct opposition to the will of the Scottish people. And they will demonstrate conclusively that the UK is not a partnership of equals, and astonishingly, that Westminster no longer sees it as a voluntary union of nations. That in itself would be a most powerful argument for Scotland becoming an independent country. وكان آخر استفتاء من هذا النوع جرى عام 2014، حين اختار 55 من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة، لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي قلب الموازين بحسب الحزب الوطني الاسكتلندي، حيث صوت 62 من الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الحزب الوطني الآن في المقام الأول إلى إعادة اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة، على الرغم من أن الحزب لم يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات الأخيرة كما جرى عام 2011، إذ ينقصه مقعد واحد للحصول على الغالبية المطلقة بعد حصوله على 64 مقعداً من أصل 129 في البرلمان الاسكتلندي، إلا أنه يمكنه التحالف مع حزب الخضر الذي حصد 8 مقاعد للاتجاه نحو الانفصال على المملكة المتحدة. من جانبه، عبر وزير شؤون المجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف عن موقف يتماشى مع موقف رئيس الحكومة جونسون، فعند سؤاله عند احتمال الموافقة على استفتاء اسكتلندي ثان، رد غوف بأن الأولوية الوطنية هي التعافي من الجائحة وتداعياتها، داعيا أدنبرا إلى التركيز على الأشياء التي تعزز الوحدة وليس الأشياء التي تجر نحو الانقسام. And if we get sucked into a conversation about referenda, constitutions, and all the rest of it, then we're diverting attention from the issues that are most important to people in Scotland and across the United Kingdom. And I think, I hope, that what people want from the Holyrood government and also from the Westminster government is a commitment to work together on these issues. So instead of concentrating on the things that divide, let's concentrate on the things that unite, and let's concentrate on all of us working together to serve the people who just voted for us.